اعلنت وزارة الصحه ان مجموعه من حصلوا على التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء امس الخميس قد بلغ 224919 شخصا وقد اظهرت الاحصائيه الرسميه للفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا ان عدد حالات التطعيم لذات اليوم بلغ 5324 حاله تطعيم هذا وجددت وزاره الصحه دعوتها للمواطنين والمقيمين ممن يبلغون الثامنه عشر عاما فما فوق الى التسجيل للحصول على التطعيم المضاد لفيروس كورونا حيث توفر مملكه البحرين اللقاح بشكل مجاني للمواطنين والمقيمين حرصا على سلامه الجميع